هنا مرة أخرى للتذكير عن كتاب وسيدي اختبار الجنسية الأمريكية مع الأكاديمية الأمريكية العربية. كما قلنا لكم أن الأكاديمية الأمريكية العربية وكادر الأكاديمية قاموا بإعداد كتاب خاص في اختبار الجنسية الأمريكية مع سيدي، وهذا الكتاب يتضمن جميع أسئلة الاختبار 100 سؤال مع جزء الكتابة والقراءة والأبليكيشن، وأيضا هناك تمارين وبطاقات استذكار لحفظ الكلمات ومراجعتها. هذا الكتاب هو في اللغة الإنجليزية ومترجم إلى اللغة العربية، وأيضا مع اللفظ بكلمات إنجليزية لكن حروف عربية لسهولة قراءته. وأيضا يأتي مع سيدي، هذا السيدي يمكنك تشغيله في السيارة أو في الحاسوب، يساعدك في تطوير مهاراتك اللغوية وأيضا الاستماع إلى الكلمات والجمل ولفظها والنطق بصورة صحيحة. لطلب هذا الكتاب مع السيدي يمكنكم إرسال رسالة نصية أو الاتصال على رقم هاتف الأكاديمية 949-516-1100، وأيضا أنا سأضع لكم الرابط لشراء هذا الكتاب مع السيدي في أسفل هذا الفيديو. يمكنكم طلبه من موقع الأكاديمية الأمريكية العربية www.taa-a.com. شكرا لكم، شكرا لدعمكم المتواصل لنا، نتمنى التوفيق والنجاح للجميع والحصول على الجنسية الأمريكية. انتظرونا في فيديو جديد قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا. تقيمون في الخارج وتحرصون على بقاء اللغة العربية شامخة في عقول أبنائكم؟ مللتم من البحث عن مدرسة مناسبة لتعليم اللغة العربية وقريبة من المنزل ولكن دون جدوى؟ لا داعي للقلق والخروج من البيت، لأننا في عصر التكنولوجيا والسرعة. الأكاديمية الأمريكية العربية جاءت تلبية لرغباتكم لتقدم لكم دروس في اللغة العربية والثقافة العربية لجميع الأعمار وعبر الإنترنت باستخدام أحدث الطرائق التعليمية على أيدي أمهر الأساتذة ذوي الخبرة والكفاءة العالية في التعليم. لمزيد من التفاصيل تواصلوا معنا عبر موقعنا الإلكتروني www.taa-a.com أو الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني info@taa-a.com أو الهاتف 94951-1100.